جايب لك النهارده عرض في الجون. استنى معايا واتفرج على الفيديو هتعرف السعر والمواصفات والموديل كمان اللي احنا بنتكلم فيه. لابتوب اتش دي زد بوك 15 جي 3، خليك معايا لاخر الفيديو هتعرف السعر بالمواصفات ان شاء الله. النهارده عرض جبار وطازه من شركه شمس على الاتش دي زد بوك 15 الجي 3. ال 15 يو يا جماعه، 15 يو الجي 3، في منه اليو وفي منه عادي. خلينا نتكلم النهارده في اليو الاول. المواصفات بتاعته الكور اي 7 الجيل السادس ال 6600 يو برام 16 جيجا رام 4 هارد 256 اس اس دي كارت شاشه اي ام دي ريد وينج 2 جيجا وبيعلى مع رامات. سعر الجهاز عرض حصري 15000 جنيه. اجهزه الترا سليم، اجهزه سليمات 15 و6 فرز اول حاله الزيت. في من نفس الجهاز الاتش بي الزد بوك 15 العادي، الاتش بي الزد بوك 15 العادي اللي هو بيبقى تخين شويه. المواصفات بتاعته الكور اي 7 الجيل السادس الاتش كيو 6820 اتش كيو برام 16 جيجا دي رام 4 هارد 256 اس اس دي كارت الشاشه بتاعه انفيديا الام 1000 بيبقى 2 جيجا وبيعلى مع رامات كارت الشاشه دي رام 5 برده 15 و6 وفول كيبورد وحاله الزيرو زي ما انتم شايفين. سعر الجهاز 16000 جنيه لفتره محدوده. الاجهزه كلها استيراد فرز اول بحاله الزيرو بتخرج بالشواحن الاوريجينال بتاعتها. بس سلام عليكم.